في كوريا تلقاه 28 سنة رئيس دولة، في واحد البلاد تلقاه 26 سنة مازال يقرأ في الجامعة. كي تسقسي شارك الدير يقول لك راني نأمن ونحوس على المستقبل تاعي. يتخرج من الجامعة في عمره 27 سنة، يزيد يصبر 27 سنة أخرى وهو يحوس على المستقبل ويحوس على خدمة باش يأمن المستقبل تاعو. في شغل راه بيعيش كما عاش وتاع بكري 300 سنة و 400 سنة. معدل العمر تاعنا دروك كاع في الدنيا هذه 60 سنة وقلب. في الدول العظمى والمتقدمة مثل الصين واليابان 26 سنة يا جماعة راه يملك أسهم وعقارات. وفي واحد البلاد 22 سنة يقول لك مازال مراهق، خليه يكمي، خليه يصطل، خليه يشرب، راه خصه الرعاية وخصه الحنان. 22 سنة بكري في وقت الصحابة كان 17 سنة ما يسموهش مراهق، 17 سنة كان يقود ثورات ورابح غزوات بزاف. المشكل يا جماعة ماشي بالتاريخ، تاريخنا كبير، المشكل أراه في الجغرافيا، الوقت اللي رانا عايشينه.